حلو عايز اقراه لكم، انه مهندس محمد سراج عضو مجلس اداره النادي الاهلي موجود دلوقتي في ريال مدريد. سراج احد خريجي برنامج ماجستير الاداره الرياضيه 2016 بجامعه ريال مدريد، هو هناك لقضاء فتره معايشه في بقى ورش عمل واجتماعات متنوعه مع مسؤولي القطاعات ومدير القطاعات وقطاعات الناشئين والاكاديميات والاعلام والتسويق والرعايه واداره المباريات. انا بعتقد شيء جميل جدا عملوا لهم يوم لزياره المدينه الرياضيه، لانه عندهم هناك فرق السله وفرق الكوره وفرق الناشئين، الاستفاده من خبرات هذا النادي الحقيقه. وبعدين لما يرجع بيقدم بقى التصور الكامل او التقرير الكامل عن هذه الزياره لكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. اعتقد ان دي من الحاجات الجميله اللي لابد ان احنا نزود منها، وبتعجبني. عشان كده ادي بعض الصور لسراج وهو موجود هناك. الحقيقه دي حاجات بقى قديمه طبعا من خلال تواجده في نادي ريال مدريد. بالتوفيق، ارجع لنا بألف سلامة إن شاء الله المهندس محمد سراج عضو